نحلات سوريا اسم بيعبر عن حاله من خلال العدد من النشاطات والعمل والإبداع. كثير من الخطوات قاموا فيها محطة كانت إلى يمكن تميز خاص بالمركز الثقافي اللي شهد أعمال جميلة بتكرث التراث السوري العريق. معنا الدكتورة سحر البصير المسؤول عن مشروع نحلات سوريا، أهلا وسهلا فيك لنحكي عن المشروع أكثر، والمدربة الهناء العكش، أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم، مبروك الفوز. ولكن بدنا بالبدايه نحكي مع الدكتوره سحر ونحكي اكثر عن المشروع ونتعرف عن المشروع بشكل اكثر. هلا المشروع الحقيقه انه هو صار له زمان، يعني هو تجربه نسائيه بالحرب يعني، بس هلا وصلنا لمرحله خلصنا تاهيل مجموعه كبيره من السيدات، عندنا صار 40 مدربه، وهذا يعتبر انتشار جيد، وهن تقريبا ممتدين على من كل المحافظات. فهلا المشروع مبدئيا كمشروع يفترض انه خلص يعني، بس هلا بدنا ننتقل للمرحله الثانيه يلي هو رفع مستوى الانتاج، ويعني يصير النحلات يتنافسوا مع بعضهم. والله هو من بدايه الحرب الحقيقه بلشنا كبدايات تاهيليه، وبعدين 2014 بلش التدريب الفعلي للمشروع خلايا النحل. يمكن اهميه المشروع خصوصيته هو اعاده تدوير الاقمشه، يعني من خلال الاقمشه يمكن اللي بتكون عندك زياده بتدربوا النساء كيف تعمل منها قطعه فنيه، تحفه فنيه تستثمرها بقلب البيت، خصوصا في ظل هذا الغلاء اللي عم نعيشه اليوم. خلينا نحكي معك هنا عن هي المرحله، مرحله التدريب، كيف فينا فعلا انتم كسيدات، عم نقول 40 مدربه، يعني عدد كبير صار بالمشروع. هلا هي الحقيقه انه هذا الشغل مو بس انه المفروض هي مهنه، وهي اعاده احياء تراث الحقيقه. نحن جداتنا كانوا يشتغلوا هذا الشغل، والدكتوره السحر انه احيت هذا التراث ودربتنا نحن في سيدات مليح، ونحن اخذنا شهادات اثبات حرفي وصار نحن فينا ندرب. يعني القطعه هي تدريب وحده متدربه عندي انا، مو شغلي انا، فصار فينا نحن ندرب. هلا هي بتفتح فرصة عمل، وبنفس الوقت بتملي فراغ، بدال واحد مو قاعد يعني ما عم يعرف شو بده يساوي وعنده اغراض وكذا، فهو عم يستفاد منها، عم بيطلع قطع حلوة، عم يعبي وقته، والحفاظ على التراث، عم نحافظ على تراثنا، وان شاء الله بيكون في لها تسويق. يعني كمان هي بندعي مشان انه السيدات فعلا يكون في حافز لها تشتغل ان شاء الله. اكيد مدام سحر، يعني اعداد كبيره استفادوا من الدورات، يمكن فرصه كانت مهمه ليعلموا ليتعلموا السيدات. اليوم قديش مهم انه نحن نركز على السيده السوريه، يعني ظروف كثير صعبه كله هي عم تتحمله، قديش مهم انه نحن نفرغ هذا الستريس اللي جواتنا بشيء ابداعي. هلا نحن اذا بدنا نحكي انه هي تبع اقمشه وتدوير وهيك بنكون ظلمنا الحرفه، صح؟ لانه الحرفه هي الحقيقه حامل للثقافه النسائيه القديمه. انت عم تقولي انه السيده عندنا هلا حامله للجهد العالي، يعني بانه بمسؤوليات هي المرحله، فهي كونه بتعرف تعمل هذا الشغل من الاف السنين وإلها طابع سوري، لانه السوريه فيها هاي المركب يعني، وفيه معقد موزايكي يعني بالنسبه للناس انواعها، فهي عندها قدره. صحيح. اساسا عندها قدره السيده السوريه للتعامل مع هاي الاشكاليه، فهي هاي الحرفه عم تثبت قديش عندها قدره ابداعيه السيده، تجميع القطع المتفرقه، هو تجميع القطع المستعمله اجزاء من التراث، يعني هون هو التراث، هو المضمون الثقافي القديم الموجود اساسا عندنا، هو اسمه التراث فهو موجود، فنحن استثمرنا بانه كيف بدنا نقدمه تقديم علمي ومنهجي، وكيف نستثمره لاحقا بانه نجمع هالثقافه هي النسائيه بقرار جماعي، ونرجع نعمل فيها مستقبل حسب حاجات، لان احنا استخدام الموجودات لصناعه الحاجات. صحيح. فهي بتنطبق على كل شيء، وهذا اللي احنا اللي ربحناه، انه صار في فريق يعني مؤهل، بانه كلنا صار عندنا لغه واحده مثل لغه النحل، يعني نحن بس بنضل عم نشتغل خليه نحل، وعندنا برنامجنا ماشيينه على برنامج يعني واضح، وان شاء الله بدنا نوصل ندمجه، يعني نحطه بمصفه الحقيقي بالعالم ان شاء الله، لانه هو في له متشابهات بالعالم. في له متشابهات، ويمكن اساسا مع بدايه الازمه حاولوا اساسا يضربوا اليد العامله السوريه والتراث السوري، بعض الدول حاولت تسحبه لعندها، ويمكن هذا الشيء اللي عم تقوموا فيه انتم، الحفاظ على التراث السوري
اليوم عم نشوف ندرة بالعمل، يعني ما عاد في شيخ الكاري يورث لابنه. لما انت تجي مع مدربات جداد هون للحفاظ على استمراريته نقله من جيل لجيل، وهذا اللي بدي اسالك عنه، قديش مهم فعلا اليوم نقل هذا التراث من جيل لجيل للحفاظ عنه، لانه اليوم بنشوف ببلدان عالميه في قطع موزاييك سوريه بينسبوها لهم انه هيدا الشغل لهم. هو شوفي الاستمرار، يعني انت اذا في عندك شيء موارد بمنطقتك، استمرار توظيفها هي اللي بتبقيها، وهي دائما بتكون خاضعه للتغيير. نحن ما بدنا نقول هذا إلنا، هلا الزمن الحالي لازم يكون في عنا منابر نصدر فيها ثقافتنا هون. وقت اللي بنقولها نحن بنصدر الثقافه نحن بمفاهيمنا نحن، فما بتزول، لانه انت خلص انت اللي عم تقدميها، رد الشابات رد عم يتبنوها لانه عم يشوفوها حلوه ومعاصره ومناسبه بتعبر عنهم، هن رد بيضيفوا لها شيء، وهذا هو التراث اللي هو النقل بشكل مخلص من جيل لجيل، فبيبقى طول ما نحن عم نستخدمه ونفعله يعني ونوظفه لحاجاتنا. تمام سيد هنا، خلينا نحكي عن القطع يلي هن شغل الصبايا يلي تدربوا عندك، صح؟ خلينا نحكي عنهم، شو هن المواد اللي نحن بحاجة لها وكيف بنقدر نعمل هيك قطع؟ هلا اول شيء هيك فينا نحملها ونشرح عنها، ايه او هيديك اذا بتحبي الكبيره. هلا هي لوحه المسابقه. اوكي خلينا نشوفها ومبروك. ايه فكره المسابقه هي بتحفز السيدات يكون في تنافس ويكون الشغل تقني اكثر ومتين اكثر وفي جودي اكبر، وهيك نحن بنقدر فعلا نطلع بقى للمستوى الاعلى من المحلي اللي نحن فيها. فهي انه اللي ربحت جائزة المسابقة. أخذت هي الجائزة. أول مرحلة كانت المسابقة، هي كانت هي أول مرحلة تجريبية فعلياً لنعمل مسابقات متكررة كل 3 شهور. طب اشرحي لنا ست هناء، شو في مواد، كيف استوحيتي هي؟ ممكن ما حدا يخطر له إنه العجقة ممكن أحياناً شفتي القدرة يعني هذا الإثبات يعني. هلأ هي الفكرة إنه في قطع أقمشة صغيرة عندي وما أنا يعني صغيرة، كويتها وفردتها قدامي وبلشت اشتغل، اقعد حط الحق احساسي فيها الحقيقه، بس الحق تقنيات العمل، بس الالوان هي احساسي والشغل هو التدريب من الست سحر. كم مدربه كانت مشاركه معها بالمسابقه؟ هن 21 مدربه كانوا يلي تتنافسوا هي المسابقه ان شاء الله بشتاء 2021، ان شاء الله يا رب يكونوا كلهم، لانه انا بدي يظهر المنتج بطريقه اقوى يعني ان شاء الله. يعني حتى بالثياب حلو هيك عم يدخل ديزاينات. هلا بلشنا نحن عملنا تجارب ازياء وفي معنا يعني مصممه السيده ديما حوراني اللي حتكون مشرفه على كيف بدنا ننقل هي القدره لننزلها ازياء ان شاء الله يعني ونصير بنلبسه. لا عم نشوف الاونه الاخيره في اهتمام كثير، يعني عم تكون تفاصيل الثياب عم تدخل بتفاصيل البيت، بتلاقي حتى الامرأة عم يكون في إلى اهتمام خاص بنوعية هدول التفاصيل والقصص. خلينا نحكي خطواتكم القادمة، مثل ما قلتي أهمية المشروع هو الاستمرار فيه. تمام. فأهمية فعلا لأستمر بهيك مشروع فعلا، كمان هو مش مثلا مشروع للحفاظ على التراث فقط، كمان لإعالة الأسر، ليكون كل مدربة هي معيلة نفسها، تكون في عندها مشروع الخاص لتستمر فيه. تمام. هلأ هي الـ القصة بالأساس نوع المشروع بانه الشغل تبعنا انه بالاساس انت ما عندك راس، يعني ما بتدفعي على راس المال. يعني انت بتبدي من الموجودات اللي هو التدوير، وهي تعتبر هي هلا يعني شغله كثير مفيده. صحيح. بهذا العصر بهي المراحل يعني الازمات الاقتصاديه بالعالم حتى، فنحن عم نعتمد على القدره الجماعيه. هي القدره الجماعيه عم نوظفها ونرجع نطلع فيها بمنتج، ما عندنا مو مالنا مضطرين نشتري مكان، كل واحدة قاعدة ببيتها، يعني ما بدنا تكلفة مكان ولا مواصلات ولا شيء. فهي كتير وما في عندنا رأس مال لأنه من الأوعية العتيقة، فهي أساسا ربحانة. يعني نحن بيوتنا هلأ كل السيدات لاقيها مليانة بهذا الشيء، يعني شغلين أو أساسا لحالنا، فنحن حققنا وجودنا ذاتنا. يعني هلأ بعد إذا بنلبسه ومنطلع صفة انه لسه اكثر، يعني انه صرنا عم نأمن كل شيء، يعني عم نأمن كل حاجاتنا بشغل ايدنا، وهي بتصير قدرات ذهنية بانك تواجهي كل الاشكاليات بنفس القوة. صحيح. لانه اساسا انت اثبتي انه من المشاريع الصغيرة او من القطع البسيطة رجعتي حققتي ظهور كثير يعني عالي المستوى. فهذا هو بيعطي ثقة بالناس، بيرجع بيبين للمرأة قديش نحن فعلا هي فيها
وانه ما حدا له الحق يحكم، هي بتحكم انه هي حققت اللي جواتها ولا لا. مثل ما ذكرت الست هنا انه انا عم بلحق احساسي. اليوم كيف عم يتم التسويق مدام سحر لهي المنتوجات؟ في ناس عم هيك عم تشتري عم تحب، وبدنا ننتقل بعدها للست هنا تحكي لنا اول شعور ببيع اول قطعه. هلا الحقيقه نحن عملنا اسواق بمشروع خلايا النحل، وكانت سيدة هناء هي مديرة تنفيذية للسوق، وجبنا صار يجوا ناس ويشتروا، والصبايا صاروا يبيعوا هيك انه مخدة كذا هيك. فالسيدة هناء هلأ رح تحكي عن تجربتها الشخصية، بس نحن متأملين انه يصير التسويق اكثر من هيك للخارج، يكون في يعني دعم اكبر. تفضلي. هلا بالنسبه للتسويق، الحقيقه نحن عندنا القدره الشرائيه ضعيفه ما حدا بينكرها، ف بالنسبة للناس السوريين هون تعتبر انه قطعة ما انه هو بحاجة او بيشتغلها، فالتسويق لا ما ضعيف كتير يعني. وقت قبل الكورونا كنا نعمل سوق الفصول الاربعة لشغل الايد، ننزل منه هيك شغل واكسسوارات وكروشيه، ومنوع كان السوق، كان يصير في بيع. بس نحن من تم نقول نحن بظرف استثنائي كتير، ما عندنا سواح مثلا يجوا يشتروا، القدره الشرائيه صارت ضعيفه، فنحن بنامل انه نقدر نلاقي منفذ حتى للخارج، بس طبعا بعد ما نرفع كمان السويه تبعتنا بالعمل انه نلاقي منفذ للخارج ونقدر نحن نسوق، هيك بنقدر نساعد باقي السيدات ان شاء الله. تكون خطواتكم القادمه بخصوص هذا الموضوع وتلاقوا الدعم الكثير كبير من خلال منبر الشاشه الاخباريه، يعني بنوجه تحيه للكل، وان شاء الله نستقبلكم بمعارض خارجيه يكون فيكم جوائز كبيره. عم ان شاء الله هذا مرسوم بخطوات حضر حالنا يعني. شكرا كثير لكم. شكرا للاستضافه. شكرا كثير. شكرا.